بسم الله الرحمن الرحيم، شلون أنا أكتب قوانين سرعة التفاعلات وشلون أوصل حق رتبة التفاعل؟ يقولي قوانين سرعة التفاعلات هي العلاقة بين سرعة التفاعل الكيميائي وبين تركيز المواد المتفاعلة، وركز لي على كلمة المتفاعلة، معناته أن احنا ما يهمنا النواتج، يهمنا بس المتفاعلات في كتابة قانون سرعة التفاعل. لو شفنا هذا التفاعل، عندنا المتفاعلات هي A تحولت إلى B، تفاعلت وسوت B. هذا تفاعل من خطوة واحدة. لو أبي أكتب له قانون، راح أكتبه بالطريقة هذه: R اللي هي سرعة التفاعل تساوي K اللي هو ثابت سرعة التفاعل ضرب تركيز المادة المتفاعلة اللي هو A. كاهي المادة المتفاعلة هني وهذا تركيزها. طبعا ثابت سرعة التفاعل له وحدات مختلفة حسب التفاعل. زين، إذا كان عندي تفاعل يحدث خلال أكثر من خطوة، فمثلا لو كان عندي المركب A زائد المركب B أعطوني نواتج، حلو، حيث أن هذين الصغار هم عدد المولات بس. شنو القانون اللي أستخدمه؟ قال لي القانون العام لسرعة التفاعل هو R، وأنتوا تدرون أن R هي سرعة التفاعل، صح، تساوي K، وإحنا قلنا K هو ثابت سرعة التفاعل ضرب تركيز المتفاعلات، هذا وهذا تركيز الـ A ضرب تركيز الـ B. ولكن لاحظ أن الـ A مرفوع لأس M والـ B مرفوع لأس N. شنو هو الـ M وشنو هو الـ N؟ هذا يسمونهم رتبة التفاعل. شلون أقدر أحسبهم؟ لازم يكون عندي قيم تجريبية، لازم أحد يسوي تجربة بالمختبر يعطيني أرقام، ومن هالأرقام أنا أقدر أحسب الـ N والـ M اللي هما رتبة التفاعل. إذن رتبة التفاعل هي الـ M والـ N مجموع، أجمعهم اثنينهم تطلع لي رتبة شنو؟ التفاعل. لو نبي نكتب سرعة التفاعل أو القانون العام لسرعة التفاعل هذا بشكل تعريف، راح نقول سرعة التفاعل تساوي حاصل ضرب ثابت سرعة التفاعل في تراكيز المواد المتفاعلة، كل منها مرفوع للأس أو الرتبة التي يتم تحديدها تجريبيا. هذا مجرد تعريف. تعالوا خلونا نشتغل نطبق الكلام اللي قلنا. قال لي أنا أعطيك جدول، أنت مو تبي تجربة؟ حاضر، أنا أسوي لك التجربة وأعطيك جدول فيه أرقام هذه التجربة، وانت يا بعد قلبي تستنتج لي رتبة التفاعل. اقول له حاضر، شنو راح تعطيني؟ قال لي في تفاعل اللي هو A زائد B عطاني نواتج، ما يهمني من النواتج، المهم في A زائد B. حاولت انا ثلاث محاولات. في المحاولة الاولى كان تركيز A وتركيز B اللي بديت فيهم هو 0.1 و0.1. بالمحاولة الثانية أنا زودت التركيز مال منو؟ مال الـ A، بينما تركيز الـ B ما تغير، خليته ثابت. بالمحاولة الثالثة أنا خليت هذا ثابت اللي هو تركيز الـ A وزودت تركيز الـ B. أقول له حلو، بس هذا كافيني. شلون كافيك؟ أقول له أنا لايت أحسب الـ M والـ N اللي هم رتبة التفاعل. أقول انتبهوا ياي، أمسك التركيز اللي تغير في واحدة منهم. فمثلا هني في هذه التجربة تلاحظ أن تركيز الـ A تغير، صح؟ تغير من 0.1 إلى 0.2. اقسم لي بالله 0.2 تقسيم 0.1 يساوي كم؟ يساوي 2. يعني 0.1 ضرب 2 يعطينا هالرقم، صح ولا مو صح؟ حلوين. وأقسم لي سرعة التفاعل شلون تغيرت؟ تغيرت من 4 × 10^3 أو من 2 × 10^3 إلى 4 × 10^3. أقسم لي العدد الثاني على العدد الأول، شوف لي النسبة كم تطلع، راح تطلع 2. واضح؟ معناته هذا ضرب 2 عطانا هذا. حلوين؟ خلاص خلصنا. الحين أبيك تطلع لي ما بين هالأثنين وهالأثنين علاقة أسية. شنو يعني علاقة أسية؟ يعني الأثنين الأولى أس كم عشان تعطيني الأثنين الثانية؟
أس واحد صح؟ لازم هذا يكون أس شنو؟ أس واحد عشان يطلع الرقم الثاني وياي، صح ولا مو صح؟ معناته في حالة الـ A الأس راح يكون واحد، الأم تساوي واحد، إذن أنا استنتجت أن أم تساوي واحد. يا سلام بهالبساطة؟ إي والله بهالبساطة. تعالوا خلونا نحل الثاني. أدور الحين التفاعلين اللي تغير فيهم تركيز البي. لاحظ تركيز البي كان 0.1 هني، بعدين صار 0.2، إذن هني تغير تركيز البي. فأسوي نفس الحسبة عليه، راح أقول من هني لهني أنا ضربت بأثنين صح؟ تبي تأكد؟ قول 0.2 تقسيم 0.1 راح يطليك يعطيك 2. وبعدين شوف لهني سرعة التفاعل إش كثر تغيرت، من 4 إلى 16. اقسم 16 هذه ضرب 10 سالب 3 تقسيم 4 ضرب 10 سالب 3 راح يطلع وياك الرقم يساوي 4. احنا عندنا 2 أس N صارت تساوي 4. ما هي قيمة الـ N؟ أكيد قيمة الـ N راح تكون إيش؟ 2. معناته N تساوي 2. يا سلام. إذن رتبة التفاعل راح تساوي شنو؟ M زائد N صح؟ 1 زائد 2 معناته راح تساوي إيش؟ 3. أستاذ ما فهمنا، ما عليه، شوف هالمثال الثاني. أعطاني أن في تركيز ابتدائي حق A، تركيز ابتدائي حق B، وأعطاني السرعة. راح نسوي نفس الحركة. لاحظ عندي هني هذا تغير وهذا ثابت. هذا تغير إيش كثر؟ نقسم 0.2 على 0.1 راح تعطيني كم؟ 2. طيب الصوب الثاني كم تغيرت السرعة؟ لو قسمنا الرقم الثاني على الرقم الأول راح يطلع ويانا 1. اخص شلون كذي؟ معناته 2 أس كم تصير 1. الحين الضعيف بالرياضيات راح يضيع. بالرياضيات درستوا ان اي شيء الصفر يساوي 1، معناته 2 الصفر تساوي 1، اذا ام تساوي 0. زين خلصنا من هذه. شوف لي الثانيه بالله. البي تلاحظ تركيزه تغير من هني لهني، كم تغير؟ لو قلت 0.2 تقسيم 0.1 راح يعطيك 2. شوف لي السرعه بالله ايش صار فيها. من 4 الى من 2 الى 4 معناته انضربت بايش؟ ب 2. 2 اس كم تساوي 2؟ 2 اس 1 تساوي 2، اذا ان تساوي 1. اذا رتبة التفاعل تساوي 1 زائد 0 تساوي 1، إذن رتبة التفاعل هي 1. صار لعب عيال خلاص، صار الموضوع بسيط. نبي نخلي أصعب شوي، خلينا نشغل مخوخكم. شوف حبيبي راح يعطيك تفاعل، يقول لك هذا التفاعل الفلاني. حلوين؟ قانون سرعة التفاعل هذا هو، أنا حاسب لك إياه وخالص، ما يحتاج تطلع لي أم وأن، هذه موجودة. أقول له والله مشكور ما قصرت. إيش تبي عيل؟ يقول أبيك تكمل لي الجدول. شوف الجدول هني في فراغ، شلون تكمله؟ أقول له بس ما طلبت لعزك. أنت تبيني في الجدول أطلع لك السرعة الابتدائية صح؟ تبي سرعة، يعني تبي الآر. عشان أطلع الآر أحتاج شغلتين، أحتاج أعرف الكي واحتاج اعرف التركيز. التركيز انت معطيني اياه، هذا هو موجود، شكرا لك. لكن الكي ما اعرفها، شلون احسبها؟ اقول لك سهله، القانون يقول ار يساوي كي ضرب تركيز المتفاعل اي تربيع، صح ولا مو صح؟ طيب انا بالكي، معناته الكي تساوي ار تقسيم سي اتش 3
CHO رياضيات، ما فيها شطارة صح؟ كل اللي سويته ان انا جبت الحاجة هذه تحت هنا قسمت عليها، تقدر تقول انا قسمت الطرفين على الرقم هذا وخلصنا. طيب كمل يا الحبيب، R على هذا. طيب وين راح تجيب الأرقام الحين؟ أبي أحسب الـ K. أقول يا أخي أخذ أي تجربة فيهم، أما التجربة هذه أو التجربة هذه، خذ واحدة منهم بس وطبق أرقامها. مو هذا تركيز وهذه سرعة؟ يلا هذا تركيز وهذه سرعة، خلنا نطبق على اللي فوق. راح نقول الـ R اللي هو السرعة يساوي 2.7 ضرب 10 والسالب 11 تقسيم التركيز تربيع، فراح أقول 2 ضرب 10 والسالب 3 الكل تربيع. هذا راح يعطيني بالآلة الحاسبة 6.75 ضرب 10 والسالب 6. خلصنا حسبنا الكي، بس دام حسبت الكي تقدر تحسب السرعة الابتدائية هني. شلون؟ أقول الآر اللي هي السرعة الابتدائية المطلوبة اللي هني المفروض نحطها راح تساوي حسب قانوني كي ضرب تركيز تربيع. الكي موجود، ها خلنا نكتب لكم القانون عشان ما تقولون ما نيبته. هذا القانون موجود فوق صح، CH O الكل تربيع. الكي موجود حسبته 6.75 ضرب 10 والسالب 6 ضرب التركيز تربيع. وين التركيز؟ هذا هو معطيني التركيز هنا، فراح أقول التركيز 8 ضرب 10 والسالب 3 الكل ايش تربيع. طبعا الناتج من هذه العملية خلاص طقها بالآلة الحاسبة راح يطلع وياك 4.32 ضرب 10 والسالب 10. يا رب تكونوا استفدتوا والحمد لله رب العالمين.